لقاتي واحد المشكل الله يخليكم، هذه بارض ديالنا في الولجه، ارض ديالنا ملك ديالنا، عندنا اربعه د المكازات وحنا من الثمانينات وحنا في الولجه، درنا الرايات ديال المغرب فوق المحل ديالنا والتصويره ديال سيدنا الله يكثر خيره من هذا المنبر هذا. نهار الاربع في الصباح جات عندنا سعاد الباشاويه تتهضر، الله يعمرها دار ديك الباشاويه، قسما بالله تتهضر بواحد اللطافه انسانيه الخلق، هذه باشاويه تتهضر معانا قالت لك شوف غنشوف لكم الحل، دير هاد اربعه د المكازات هادو غنزيدوكم وحنا نعطيوكم جوج. يا استاذ كيفاش غات اربعه د المحالات وغتعطينا جوج محالات؟ قالت لك بلاتي من العشيه نتشاور مع اللجنه وهادي ويكون خير ان شاء الله. لحقات العشيه جات عندنا القايده، قايده جات عندنا المحل ديالنا، كاينين خوتي خوالي العائله كامله مجموعات، مولاد اختي كلشي العائله مجموعه، خالتي اللي جات من بلجيكا، خالي اللي جا من المانيا مجموعين في المحل ديالنا، جات عندنا القايده والقوه قالوا لنا خرجوا لا طيح عليكم شي ضاله حيت يريبوا الجناب ديال المحلات ديالنا. قلنا حنا راه كاين خير، جينا خرجنا من المحلات، خرجنا عائله، خرجنا حنا، خرجنا من المحلات ديالنا رجعنا للور وقفنا حدا السنتيسي، بقينا واقفين حدا السنتيسي حنا، داز على تقريبا شي ثلاثة دقائق تنتفاجئوا الرايات تيتحايدوا من فوق المحل ديالنا. مشيت تنجري للمحل، قلنا غيريبوا لنا المحل ديالنا، مشيت للمحل قلت خويا الله يجازيك بخير اخي، المحل ديالنا اربعه د المحلات راه 28 مليون ديال السلعه، هذا فيه 10 مليون الاخر فيه 16 مليون، كيفاش غتريبوا لنا المحل ديالنا؟ جات السلطه، جات السلطه شدوا لي يديها العار الله يسرك، لا راه ما غيري قلت لها غيريبوا لنا المحل، تميت غادي مع السلطه عادي عطي الدوخه شداني. واش نقول لك راه ربي اللي عالم بيا، تزيروا عليا مصاني تشوف المحلات ديالكم غيريبوا وما عاطينا حتى محل. جينا تميت غادي مع السلطه عادي، القايده بعيده مني تقريبا بشي 25 متر ولا 26 متر، مريحه مع سعاده الباشاويه، مريحه معاهم مجموعين، دزنا شادين السلطه، شدات التليفون درت عندها، قلت لها سعاده القايده الله يخليك راه تتمثلي سيدنا الله ينصرو، الله يكثر خيره من هاد المربى، جلاله الملك تتمثليه، خذي من الاعتبار ديالنا عندنا اربعه د المحلات الله يخليك استاذه، عندنا اربعه د المحلات كيفاش غتعطينا محل واحد؟ بدات تتفيلمي فيا بحال هكايا، داوني الصافير بقيت واقف الصافير تقريبا شي ست سوايع وكاس ديال الماء ما عطاوش لنا، روندونا للدائره ديال القريه، جاو السلطات قالوا لي زعما الدري درت نعرفوه، الدري تنعرفوهم زعما ولاد عائله هادو والناس ديال الصناعه التقليديه زعما ماشي شي وحدين ديال الشكاره، حنا تنبدعوا تنصنعوا، الدري زعما راه الله يعمر هذه سلطه، مشاو عند القريه قالوا لي الله عمر هذا الدري مقاسك ما دارلك حتى شي حاجه، ما شو كيفاش ديري؟ مشات دار تروبور ديالها، من هنا انا ضربتها، شوف ضربتها بقيت عليها بالسبان وقالت لك غنحيد لك السوا، وحرت عباد الله ديال الولجه باش نهزهم ونمشيو للقصر ديال سيدنا، درتهم لي في الملف. علاش؟ حيت كان جاو باش كنتو جيتو عندنا الصحافه، جيتو على وديت اساس ديال الخير، جيتو عندنا النهار الاول والصحافه كاملين جاو صورتو معانا، ملي تنهضر على حقنا تنهضر على العائله على حقنا، ما بغاتنيش تتقلب كيفاش دير باش تدخلني، وتنشكر القضاء، تنشكر القضاء ديال النيابه العامه ديال المنطقه ديال مدينه سالا، ديال وكيل الملك ديال المنطقه ديال الابتدائيه ديال سالا، السي مسعود الله يكثر خيره من هذا المنبر هذا، اللي خدا الحق ديالي، عارفني ما درت حتى شي حاجه، تنهضر على حقي على عرض ديالنا كملك، وما عطاونا حتى شي ما عطاونا حتى شي مكازا من دوك المكازات، اربعه د المكازات، وجينا وانا معتقل، وانا يومين وانا معتقل استاذ، يومين التهم اللي تحطو في حقك انت واش ما كاينينش؟ التهم اللي تحطو في حقي ما كاينينش، عاود القطع، التهم اللي تحطو في حقي ما كاينينش، كيفاش يعطيك عقلك كاستاذ انتيا حطك جلاله الملك في واحد المنصب باش تعاوني مع المواطن، باش تزرفيني تقول لهم راه ضربني وشتمني وبغى يحيد لي الكسوه وبغى يدير الاضراب باش يطلع للقصر الملكي؟ ما قالش للعائله، شوف الطريقه اللي درت هي، قالت لهم من ما راه غيحرض الناس ديال الصناعه التقليديه ديال الولجه اللي عندهم المحلات تما وغنطلعوا للقصر الملكي، حاشا ولله حنا تنطلبوا حقنا ياخذوا لنا سيدنا الله ينصرو، وتنشكر القضاء وتنشكر وكيل الملك ديال المنطقه ديال مدينه سالا اللي دخلت عنده وخدا حقي، علاش ما درت والو؟ كون كنت غير داير ما غنهضرش مع الصحافه بحالكم، غنسكت وغنحل. نعم استاذ، كاينين الكاميرات ديال السنتيسي وكاينين الشهود ديالي انا مني ما مقصهاش، ما هضرتش معاه بعيده مني بشي 25 متر، باش بعيده مني، علاش غتظلميني؟ علاش؟ حيت تنهضر على الحق، تنهضر على الارض ديالنا،
تنهضر على مكازات ديالنا، أربعة المحالات غنديو فيها محل واحد. تنشكر سعادة الباشا، الباشا وهي تنشكرها، نشكروها عايل الدليلي، تيشكروها من الصغير حتى الكبير، اللي تتخذ الحق ديال الإنسان تتهضر معانا. أقسم بالله جات عندنا الباشا وهي نهار الأربع، جات بغات تهضر معانا، جراتها، جرات لها يديها ودخلت المكازا ومشات عندنا المحالات لهيه، ما تتعطيكش وقت تهضر. كيفاش وحدة قايدة ما تتعطيش للمواطن كيفاش يهضر؟ وأنا مظلوم، مظلوم عباد الله، يومين وأنا فيه وأنا فيه وأنا فيه وأنا في الكوميسارية. وتنشكر السلطات اللي في المنطقة ديال سلا جديد، الله يكثر خيرهم، تا هما عارفين اني مظلوم وما داير حتى شي حاجة، وخذوا التحقيقات من ما داير والو. وتنطالب، مازال تنطالب حقي، وتنطالبوا يجيو عيل المكان يشوفوا أربعة المحالات غيعطيونا مكازا وحدة. والله ينصر سيدنا من هذا المنبر هذا، وتنشكر وكيل الملك ديال المنطقة الابتدائية ديال المنطقة ديال مدينة سلا، والله الوطن الملك. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.